السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص القرائي طائر لا يطير. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أغني معجمي. السؤال الأول: أحيط أعضاء البطريق المذكورة في النص. أعضاء البطريق المذكورة في النص: ديل، زعانف، منقار، قدمان. السؤال الثاني: أستخرج من الفقرة الأولى ضد ما يلي: صغيرة ضدها كبيرة، أكره ضده أحب، فوق ضده تحت. السؤال الثالث: ألون البطاقة الصحيحة. البطريق طائر لا يطير. البطريق طائر يملك زعانف. رابعا: أفهم. السؤال الأول: كيف يعيش طائر البطريق وأين يعيش؟ يعيش طائر البطريق في تجمعات كبيرة، ويعيش في البحر وفوق الثلوج. السؤال الثاني: مما يتغذى طائر البطريق؟ يتغذى طائر البطريق على الكائنات البحرية والأسماك الصغيرة. السؤال الثالث: ما الذي يساعد طائر البطريق على الهرب من الخطر؟ يساعد طائر البطريق على الهرب من الخطر سرعته الفائقة. السؤال الرابع: لما لا يطير طائر البطريق؟ لا يطير طائر البطريق لأنه لا يملك جناحان خاصان بالطيران. أستتمر، أتمم كما في المثال: الزعانف للتجديف، ذيل انسيابي للتوجيه أثناء المشي، القدمان للحركة، طبقة الشحم لتحمل شدة البرد. أحدد الأعضاء التي يشترك فيها البطريق مع السمك. يشترك البطريق مع السمك في الزعانف. يشترك البطريق مع الطيور في المنقار، الريش.